واش الدراري وش البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. دابا كنتواجدوا في واحد الشاطئ مهجور، ما فيه حتى شي واحد، مهجور ديال بصح. وغير خصنا نوجدوا دابا الفطور في هذا الشاطئ المهجور، وغادي نفطروا في هذا الشاطئ المهجور، ورحنا روطار بزاف. وهادشي كامل غتكتشفوه معنا في هذا الشاطئ المهجور. معايا المكناسي هنا، حطينا كاع اللعيبات اللي غادي نحتاجو في الفطور ديالنا، لحقاش فريمون صاد، مابقالناش الوقت اللي نضيعوه، باقي لنا ساعة بالحساب. وفي هاد السويعة هادي غير خصنا نوجدوا الفطور ديالنا. دابا باش غادي نبداو، غادي نريكلو الطاجين هو الأول، خصنا نديرو أتاي دابا الساطا، نوجدو أتاي. باغي راه تسمعتو، المهم هنا راه حنا كنديرو الطاجين. بلا ما قطعنا الخضرة ودوك اللعيبات باش نديرو الطاجين، غنستغلو الوقت ونوجدو أتاي. مطيشة، كفتة، العطرية، شوية قزبورة معدنوس، تيطيب هادشي هادا ونديرو البيض من الفوق. صافي بلان، جبنا البيض ياك. غادي نقلعو اتاي ونحطو في بلاصتو طاجين باش يطيب. اتاي غنخليوه هو حتى لحقاش فريمون ما عندناش الوقت بزاف، يعني قرب يودن المغرب وخصنا نوجدو فيه الساع قبل ما يودن علينا المغرب، وحنا مازال ما وجدنا والو. تخيلوا معايا لا موطو فين خليناها، شوفوا شتو فين خليناها، تما باش نركبو عليها. غادي نوريكم واحد الطريقه ديما كنديرها فاش كنمشي للغابه، وبغيتكم حتى نتوما ديروها الا مشيتو للبحر ولا للغابه. هي نورمالمون خاصها طيب على الجمر، ولكن حنا غادي نطيبو على البوطه لحقاش ما عندناش الحطب باش غادي نطيبو. شوفوا شنو غادي نديرو، غادي نديرو الفلفل مع مطيشة مع القزبر والمعدنوس. نورمالمون أنا كندير معاها حتى اللحم ولا الدجاج. هادشي كامل كيتقطع طريفات بحال هكا، وكديرو في ألمنيوم وكتبلع، كتبلع عليهم هاك، يعني كيطيب الماكلة كاملة كطيب في ألمنيوم. شوفوا معايا الطريقة، أيوسف الطاجين راه يبقبق. أو والله إلا راه يبقبق. يوسف عندك راه الموس ماضي يا واه، داكشي اللي لاحظت. وديروا هادو نتوما البنات، كانت حدا الفتيات. المهم هادي اللي راه حنا نديرو درك، محال شي واحد راه يعرف يدير. بنات اليوم جيبوا بابي الومنيوم كتسرحوه بحال هكا، وطبعا كيكون تحتو تفصيل، وكتجيبوا الزيت ديالكم وكتحلوه بحال هكا، وكتكبوا الزيت هنايا بحال تدوروه بحال هكا. هاد الزيت هذا راه فيه المقادير، انا عندك هاد الزيت هذا راه قلينا فيه بطاطا، قلينا فيه مره واحده، وباش ما نضيعوهش راه حنا كنعاودو نستعملوه. والله يحق فيه مقادير، هاي تحمر. اه بطاطا هادي والله. نسيت ولا هو اللي جاب الزيت؟ اخوتي يقولوا لي واش هادي ما تبانش بحال التحميره، ما تبانش بحال اللي فيه المقادير. اه ما اللي كاينه اللي فنانين في الطبخ غادي يجبدوها، واش مقادير ولا البطاطا هادي. وكدهنوه مزيان بحال هكا. عاود اش كيديروا؟ دهنوه مزيان هاكا، دورو على الومنيوم كامل بالدهن. يلا راه الفطور قريب اصاحبي. من بعد ما كدهنو مزيان الزيت بحال هكا، كتجيبو المقادير اللعيبات ديالكم بحال هكا كيما غادي تلاحظوا معايا، وكتهبطو كلشي هنايا. يوسف اخويا ما مضاريش تريقلها هكا، مالك واش نزرو بهاد النهار؟ قطعت داكشي كبير، راه باقي شي 45 دقيقة ولا 40. داكشي صغير كيكون حلو، معليش اصاحبي، كلشي يتخلط في الكرش. من بعد ما كتحطو الصوالح ديالكم كاملين، كتجيبو المقادير ديالكم وكدردرو عليه بحال هكا شويه. وضروره الصط باش ما نساوش الطاجين، خصنا نشوفوه جاي راه يبقبق، بصح باقي فيه الماء مليح، باقي شويه. يوسف واقيلا قربنا للمرحله الاخيره. راني انا المرحله الاخيره شنو كيكون فيها، كتجيب الالومنيوم ديالك وكتقلبو بحال هكا، المهم كتلويه. غنوريكم الطريقه كامله، كتغلفوها بحال اللقطه ديال الطاكوس كما كتشوفوا معايا بحال هكا. عرفتوا شنو هادي؟ هادي ديك اللعبه ديال اللعب، هي اللي غادي نديرو فيها الشلاضه، بصله ومطيشه. هذا راه حادق، واش هو راه مستريسي مع الوقت يا مع الوقت و... ودابا جا الوقت ديال مطيشه، غنقطعوا مطيشه، يعني مطيشه مع البصله ونديروا سلاطه، وهكا كنكونوا سلاطه، فهمتوني؟ مطيشه الزوجه. ركبوا على الطاجين. انا عاد حاصل في مطيشه كنقطعها. قلعت الطاجين صافي، اديرها تما فوق العافيه. هادي من بعد ما كتغلفوها اللعيبات كتجيبوها للعافيه، هي نورمالمون انا كنديرها فوق الحطب، يعني في الغابه وكذا، بصح هنا ما كاين الحطب لا والو، تحطها فوق هكاك وخليها تطيب على خاطرها. سعدات هادي اللي غتزوج بك يوسف ديال الزواج. تبارك الله على الشاف موحى ديالنا، شاف موحى ديال الجوميا. كتبان لي بحال راك مثل شي مسابقه هنا في هذا الجو. ورا فريمون مسابقة، راه باقي لك نص ساعة وخاصك توجد الفطور، صات الفطور. تحدي تحدي، هذا راه احسب فيها مغامرة، احسب فيها تحدي، احسب فيها اللي بغيت.
دابا من بعد ما درنا البصله ومطيشه والقزبر طبعا غنزيدوا الملح وشويه العيبات وغادي نديروا الكاشر. داكشي نتاع اصحاب المحلابات ديال العبار. الا بغيتو ديروا سلطه بالكاشير غير خصكم تجيبوا داك لانشون ديال العجل ديال العجل كيجي ناضه الصاق. من بعد ما كملنا التقطاع ديال لانشون كنكبوه هنايا بحال هكا وكتخلط شي مع شي كيجي داكشي ناضي. واحد الكيلو غامبا الله يرحم الوالدين. المكناسي كيجري. شنو غنديروا بعد؟ يا ما يمكنش. غادي نبكي معاه. تاش غادي نديرو؟ غادي نجبدو غادي نغسلو؟ لا 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 ريد شوف غادي نردوه ريد. شوف شوف ريد شوف هذا بعد راه مهزوزة هذا حطها هنا ما شافهاش الاربيط. ريد هذيك يمكن راه مقيوسة هذيك يا تعرف شنو اللي طيحوا لهذا؟ يا هو طاح عليه هذا طاح عليه مشكلة هذه. شنو غنزيدو البيض يا اخي؟ ديك الكفتة بقات فيا انزيد غير البيض ياك. شكون ضرب الطاجين بالعين؟ عطيه طاب. عطيه طاب؟ ايوا مزيان ياك. هاد اللقطة خليها سلام. عشان يفوق الراس. لا طنطني والله. احنا في المرحلة ديال البيض داكشي اومليط في الطاجين. من هاد الحصيرة اسمح لنا والله الا شو غادي غنفطروا عليها وغادي نردوها لك قسما بالله. غادي نردوها لك كما هي انت عقل عليها. ماش البادية؟ ما عندناش البادية حنا باغيين نفطروا في الجزيرة. ما بقاش بزاف ويود المغرب وبغينا نفطروا في وسط البحر الصاد. البحر منا والبحر منا. على الله على الله يا ربي ما طارش الريح بزاف. فيكم ما يجري شوية؟ يلا جريو معاه. يلا انا نمشي نجيب الفطور بصح الطار قريب يود. دابا غنبداو الاستعدادات ديال التحضير طاولة الزط. يلا معايا دينا الفياج الاول ودابا داين الطاجين واللعيبات الاخرين وغنمشيو نحطوهم حدا صحاباتهم. 56 دقيقة مازال ما عرفناش واش يدير ولا لا لحقاش فريمون ما كنسمعو حتى شي حاجة في هاد البلاصة هادي. غادي نستناو الضرب السبعة ولا ديك السبعة وخمسة غادي نفطر. واخيرا ودن ها هي اللعبة ديالنا طابت اللي من الصبح حنا نطيبو فيها. الشلاطة ديالنا ها هي الطاجين ديالنا ها هو العصير خبز مسمن اللعيبات المهم الفطور ديالنا كامل هذا هو فطور على قد الحال. وغادي نفطروا حدا هاد البلاصة هادي الواعرة القابضة الصاد وسط جزيرة أو بحر مهجور حاليا بصيف بصيف ما كيكونش مهجور. شتو كي داير؟ واعر 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 بزاف. فطرنا الحمد لله رجعنا للكوزينة ديالنا باش نجمعوا الماتريال ديالنا واللعبات ديالنا ونمشيو عند لاموطو ديالنا ونمشيو بها حتى الوجدة في هاد نصاصات الليل. أي باي البحر. واش حبيبة توحشتينا؟ احنا جينا تكرفسنا عليك هاد النهار هذا متاع شوية نسينا نعرضو عليها تجي تفطر. غنشدو الطريق باقي تبعنا 90 كيلومتر الساط ولا اكثر. انا طالع على رجلي وورا طالع بلا موطو واحد السيد مين والطيماكس يا على قد الحال. Counting up your sins, I keep a list and checking it twice. I know where you've been, I smell the sin and you're looking nice. Yeah.